بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم يا جماعة. في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نعمل كسرات لفستان يكون اللص التحتاني فيه كسرات كده او في جيبة بالشكل ده. انا عملت فيديو قبل كده لعمل كسرات، لانه ده طلب برضو في صديقات اللي في القناة ومشتركات، طلبوا كتير او ازاي نعمل وسط فستان فيه كسرات او جيبة او كده. ده تاني فيديو اعمل فيه او طريقة تانية لعمل الكسرات، بس دي بمنتهى البساطة. يمكن التانية كانت يعني فيها حبة اصعب شوية، انما دي في منتهى السهولة. احنا زي ما احنا عايزين يا جماعة، شايفين دي عملتها مضاعفات 11 غرزة، يعني تبقى الكسرات كده. شايفين الغرزة العدلة دي، ما بين غرزة عدلة وغرزة عدلة 11 غرزة، يعني بنعمل في العشر نعمل 10 غرز ونعمل في 11 غرزة عدلة، فبقية الغرز عاملاها بالغرزة المقلوبة. ممكن المهم يكون عدد فردي، ممكن تعملوا مضاعفات 9 فهتبقى المسافة صغيرة، 11 مضاعفات 13 مضاعفات 5 يكون عدد فردي. دي عملتها مضاعفات عدد 11، عملت في العينة دي 33 غرزة. شايفينها الوش زي الظهر اهو. هنشوف مع بعض بنعمل غرزة الكسرات دي ازاي من البداية وسطر بسطر. نبدأ مع بعض يا جماعة، اوريكم الاول ازاي انا عملت غرزة الكسرات دي. هنا عملت مضاعفات زي ما قلت لكم 11 3 مرات، 33 غرزة، وهنبتدي نشتغل بالغرزة المقلوبة. نعمل 10 غرز مقلوبين، اول سطر 10 غرز مقلوبين، وفي الغرزة 11 نعمل غرزة عدل، يبقى 10 مقلوبين وواحدة عدلة، 10 مقلوبين وواحدة عدلة. السطر الاول كله كده. هنعد 2 4 6 7 8 9 10، 10 مقلوبين، وفي الغرزة 11 هعمل غرزة عدلة، اعمل 10 مقلوبين بعد كده. شوف عملت 10 مقلوبين، 2 4 6 7 8 9 10، اعمل في الغرزة 11 غرزة عدل، وهكذا. تخلصوا الغرز عندكم حسب ما انتوا ابتديتوا. هتبتدوا مثلا الجيبة او وسط فستان من تحت وتطلعوا لفوق الوسع اللي انتوا عايزينه. اهم حاجة تقسموا الغرز بتاعتكم على الرقم اللي اخترتوه، على 11 او 9 او 13 او 15، هيتعرض الكسرات. واهو غرزة عدلة. بعد كده نكمل 10 غرز تاني مقلوبين في الغرزة 11 غرزة عدلة. نعد تاني نشوف، 2 4 6 7 8 9 10، واخر واحدة 11 غرزة عدلة. ده اول سطر، هو اهم حاجة اول سطر وتاني سطر، بعد كده بتبقى سهلة الغرزة خلاص حسب ما انتم شايفين. تاني سطر بنشتغل، هنشتغل بقى 5 مقلوبين وواحدة عدلة، ولما نشوف غرزة عدلة نعملها عدلة كمان. ادي 1 2 3 4 5، بعد الغرزة الخمسة نبتدي نعمل غرزة عدل. نكمل نعمل 1 2 3 4، يبقى ابتدينا السطر التاني يا جماعة. هنرجع بس مع بعض، لان السطر التاني ده مهم جدا، عليه بقى تظبيط، مش بعد في السطر التالت وبعد كده مش هيبقى فيه اي صعوبة. اشتغلنا 2 4 5، في سادس غرزة عملنا غرزة عدلة. بعد كده هنشتغل بعد الغرزة دي هنشتغل 10 مقلوبين وواحدة عدلة. حاجة احنا بعد العدلة دي ولا اي حاجة، بعد العدلة دي اللي عملناها نعد 10 2 4 6 7 8 9 10، في الغرزة 11 نبتدي نعمل غرزة عدلة. اهو شايفين احنا هنا
في ده، دي الناحية دي، الناحية دي عملنا 10، وفي الغرزة 11 غرزة عدلة، 10 وفي 11 واحدة عدل، 10 وفي 11 نعمل غرزة عدل. في السطر بقى اللي بعده بنبتدي نعمل 5 وواحدة عدل، وبعدين 10 وفي الغرزة 11 نعمل غرزة عدل، 10 وفي الغرزة 11 نعمل غرزة عدل. يبقى اهو بعد العدلة دي هنعد 2 4 6 8 10 في 11 غرزة عدلة، ونرجع نعد تاني 10، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ال10 هنعمل غرزة عدل، عملنا 10 مقلوبين نعمل واحدة عدل، وبعدين اللي باقيين دول مقلوبين، 1 ده في آخر السطر، 2 3 4 5 مقلوبين في الآخر، 5 مقلوبين في الأول و5 مقلوبين في الآخر، وبعدهم يعني واحدة عدلة، وهنا قبل الخمسة الأخيرين واحدة عدلة، لكن بعد كده التكرارات بتبقى 10 مقلوبين وواحدة عدلة. خلاص بعد السطرين الأول والتاني خلاص يا جماعة مفيش أي صعوبة في الشغل. هنشتغل نبص، هنشتغل برضو بالغرزة المقلوبة كله، بس فيه هتبتدي تبان لنا مكان الغرزة العدلة، اهو مكان الغرزة العدلة هتتحدد لنا بقى، خلاص كله مقلوب بس في مكان الغرزة اللي باينة عدل كله هنشتغلها عدلة، اهي ابتدت تبان، يبقى كله مقلوب هنبتدي نشتغل ما عدا الغرزة العدلة، لما نشوفها عدل صف هيبقى طويل كده كله عدل من غير حتى عد. كده دول 10، هنعد ال10 او من غير عد هيبتدي يبان، كل ما نطلع بالشغل هيبتدي يبان وتوضح لنا من غير عد مكان الغرز العدلة اللي فوق بعضها، اهي اهي هنا بعد ال10 ادي غرزة عدلة كله مقلوب، وهنبتدي تبان الغرزة مكان الغرزة العدلة من غير عد، بس لو عدينا هيبقى 10 وفي ال11 غرزة عدلة. دي في الأسطر اللي هي زي الأول، الأسطر الفردية يعني زي الأول كده، هنمشي 10 وال11 غرزة عدلة بس كذا سطر اللي في الأول دول، لكن بعد كده هيبان الشغل يا جماعة مش هيمحتاج عد، اهي من الأول للآخر كان غرز عدلة، دي عندها بنعمل هي دي الرقم 11، بعد كده كله مقلوب بتتابع الأسطر مش هنحتاج العد كله مقلوب. هي بس آخر غرزة هنا المفروض نعملها عدلة اللي هي رقم 11 برضه، اهو يا جماعة ده كان السطر الفردي زي الواحد اللي هو التالت، وده السطر الرابع اللي هو زي التاني اللي هو بنعمل الغرزة العدلة، بس هي بدأت تبان معانا اهي يا جماعة اللي هي بعد سادس غرزة، بنشتغل في الأول دول 5 مقلوبين وفي سادس غرزة نشتغلها عدلة، 5 مقلوبين وادي اهو ابتدى يبان يا جماعة عدلين على طول من اول سطر، دي الغرزة العدلة. بعد كده بنتابع الشغل على حسب ما بنشوف كله مقلوب وعند مكان الغرز العدلة اهو كده، 10 وواحدة عدلة في الاول بس كان بعد خامس غرزة، الغرزة السادسة بنعملها عدلة، وفي الاخر قبل اخر 5 غرز برضو بنشتغل اهو عدل، اهي عدل شايفين. بنكمل السطر من الغرزة المقلوبة 10 وفي ال11 واحدة عدل، ما بين عدل وعدل ايه 10 غرز، دي رقم 11 بنعملها عدلة، وفي الاخر 5 غرز مقلوبين، في الاول 5 مقلوبين وفي الاخر 5 مقلوبين، لكن في وسط السطر كله بعد اللي في الغرزة 11 بنعمل غرزة عدلة، 2 4 وادي 5 اهي 5 غرز مقلوبين في الاخر، وقبلهم كانت غرزة عدلة. بنلف
هيبتدي يبان معانا الشغل. بصوا يا جماعه عند الغرزه العدله، الغرزه اللي شكلها بتبقى بارزه كده اللي بره، وعند الغرزه المقلوبه بس من الناحيه التانية بتبقى عدله تدينا دخله كده. شايفين اهو بتتابع الشغل هيبان معانا بالطريقه دي بالتكرارات بقى. شايفين يا جماعه بشكلها عامله ازاي؟ غرزه عدله بارزه هنا، الغرزه المقلوبه لكن في الناحيه التانية عدله داخله داخله وطالعه. شايفين عامله ازاي؟ مكسره كده. بنتابع الشغل هنا بنفس الطريقه. يا رب تكونوا فهمتوا معايا الفيديو، بس هنا عايزين نعمل تاني نشتغل اهو. ده السطر اللي هو كان الزوجي اللي هو احنا بنبتدي فيه 5 مقلوبين اهو من غير عد بقى ولا حاجه، نبتدي يبان لنا الشغل بمنتهى السهوله. بنشتغل بقى الغرزه الارتفاع اللي احنا عايزينه لعمل الجيبه او وسط الفستان التحتاني اهي 5، بعد غرزه عدله، وبعدين نشتغل 10 مقلوبين، وفي 11 واحده عدله اهو يا جماعه كله مقلوب. 10 مقلوبين احنا عاملين مضاعفات ال10، لو عملته اقل هيبقى البعد بين الكسرات اقل. كترته اهم حاجه عدد فردي، عملتوها 13 مثلا تبقى اكبر اهي. في ال11 عملت غرزه عدله. في السطر التاني بالعكس كان، ده السطر اللي هو الفردي اللي بنينا بيه اول سطر، كنا بادين ب10 في الاول مقلوبين، وال11 هي اللي فيها عدل، 10 مقلوبين وفي ال11 عدل، 10 مقلوبين وهكذا حسب تكرارات العدد الغرز اللي انتوا ابتديتوا بيه، وبيكون شكلها كده يا جماعه. هشتغل انا كمان شويه اوريكم شكلها عشان تبقى بانت مع الارتفاع وكده. بيكون ده الشكل يا جماعه. شايفين كبرت شويه المسافه، اشتغلت اكتر. شايفين عامله ازاي؟ حلوه وسهله، ويا رب تكونوا فهمتوها معايا. يعني اي سؤال برضو سيبوه في التعليقات، واي طلبات انا مستعده لغرز لكده. انا بحط صفحتي على الفيسبوك في جروب بيبي تريكو، وفي صفحه باسم مي علي. اللي عايز برضو غرز او اي طلب يحط الصورة او في على الصفحة في الفيسبوك. هذا الشكل يا جماعة. تطلع بقى تعملي جيبة مثلا، بتبدأي من تحت الوش لوحده والظهر لوحده، بعد خيطيهم من الجناب بتخلصي الطول المطلوب، وبعد كده بتعملي القمر البليسيه غرزة وغرزة مثلا، غرزتين وغرزتين. بس ممكن بقى تضيقي وانت طالعه، ممكن تضيقي من فوق، مش هنضيق، هنضيق عند عمل القمر. ممكن تختصري الغرز شويه وتعملي البليسيه، او تسيبيه واسع وتدككيه تعمليه من طبقتين وتدككيه بأستك او بخيط او برباط. يعني دي غرزه، الغرزه هتبقى مكسره كده يا جماعه اهي. شايفينها؟ يا رب تكون عجبتكم، ومع السلامه. نتقابل فيديو جديد ان شاء الله قريب.